بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فشرف المسلم أن يعيش عبدا لله لا أن يكون عبدا لهواه. والعبودية لله تقتضي أن تكون الحياة كلها مصروفة لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه وألا يقبضنا إلا عليه، وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.